مساء الخير. ليلة بالريد زون ضيفتي بيحتاجها الجميع، فنانين، سياسيين، سيدات ورجال أعمال وستات بيوت أيضا. خبيرة الأتيكيت الست كارمن حجار، أهلا وسهلا فيك بالريد زون. يا هلا، أهلا وسهلا فيك. اليوم جايبينك على الريد زون. المشاهدين جاهزة؟ جاهزين. معقول ناخذ انتقادات على الأتيكيت اليوم؟ لا أبدا، اسم الله عليكي، اسم الله عليكي. الفقرة الأولى عنك. يلا. السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش اخترت عالم الاتيكيت ليكون عالمك؟ صراحة من أنا وصغيرة هيك بحب شيء القصص الاتيكيت، من أنا وصغيرة، وعلى كبر شوي، مش كتير صغيرة يعني، شوي على كبر كنت أنطر مدام أمي سكر كيف تطلع على التلفزيون وتعطي قصص عن الاتيكيت. كتير كنت معجبة فيها، بذوقها، بحضورها، بلبسها، بأناقتها، بطريقة حكيها، بالقصص اللي تعلمنا إياهم على التلفزيون. بقى أنا كان عندي ميل لهالشي، صار عندي حب، ما عندك قد ايه فكره قد ايه كبير من وراء صراحه ست امي سكر. وكان في تاثر بالعائله؟ صراحه نحن يعني بلوز موا، ما بدي اقول كثير، انا مأثره كثير بجدي. كان جدي كان زعيم وكان هيك وجيه بمنطقته. على طول جدي اللبس تبعه، طريقة معاطاته مع العالم، مع الناس، البدلة، التاي. يعني كان في اهتمام بالعائلة بهذا الموضوع؟ ايه يعني كان في بلوز وموا، يعني ما بدي اقول كتير، بس انه كان في. جدي كان كتير الاناقة والشيكة تبعه تلفتني. ما بحياته ظهر سبور، كله لابس هالطربوش، كان في طربوش بعدين بطل في طربوش، بس انه على طول القميص، التاي، البدلة، الصباط الملمع. بقى كان هيك يقول لي انت ست الستات ولازم تعملي مثلك. ما بحياتي تظهر، ما بحياتك تظهري من البيت بلا ما تكوني مزبطة بحالك ومرتبة حالك. ضلت براسك؟ اكيد اكيد. تأخرت لفتة على عالم الاتيكيت. هلا بيقولوا انه نحن ما فينا نسأل عن سيدة عن عمرها، وهل هذا الشيء صحيح؟ أنا معي ما عندي مشكلة، ولكن هل صحيح أنه ما لازم تسأل السيدة عن عمرها؟ في ستات بيتضايقوا، وطبعاً هلا إذا بدنا نحكي اتيكيت وايز بالاتيكيت أكيد الأفضل أنه ما نسأل، في حال الست ما هي من تلقاء نفسها قالت عمرها، الأفضل أنه ما نسأل، لأنه في ستات بتنزعج. حضرتك قلت بفيديو أنا صرت 60. أنا بالستين، مثل ما بتقولي تماماً. هل قد مرتاحة مع الموضوع؟ احذري شو؟ أنا لما كنت بالأربعين كنت أقول إنه أنا عمري 40 و41 و39، بقى كان في أصدقاء لإلي ستات أكبر من الـ50 يقولوا لي انطري، هلا أنت عم بتقولي مرتاحة مع عمرك، عم بتقولي بكل راحة عمرك، بس انطري لتصيري بالـ50، ساعتها تبقي خبرينا إذا بتقولي عمرك. صرت بالـ50 وهلأ بالـ60 وبقول عمري أي طبعا متصالحة مع عمري، ولازم كل ست أنا تكون هالقد متصالحة مع عمرها. شغلة كتير حلوة وكتير بتريح، بتعطي راحة نفسية. بتعرفي في ستات للأسف بتخاف من العمر، بتخاف تكبر، بتخاف. لا بالعكس، قولي عمرك وراس عالي وصدر مرفوع. طب هلأ على الـ60 شي مرة بتكون هيك عم بتفكري بتقولي يا ريت لو عملت هيك؟ صراحة يعني في قصص منفكر فيها مرتين انه لو عملت هيك ما عملت هيك، بس انا مرة يعني ست مآمنة وعندي ايمان، بقول انا عملت هيك لسبب، لو ما عملت هيك ما كنت صرت هون. بس ما في شيء عن جد بتندم عليه؟ في ندم اوقات، بس ما بده الواحد كثير يفكر بالندم، بده يطلع لقدام كثير. أيه. منيح. بس اذا بدنا نعتبرها كنصيحه، شو في شيء مثلا هلا في صبايا عم يحضروك، شو في شيء بتقولي يا ريت لو انا عملته قبل؟ صراحه انا عملت فيديو وقلت انه انا نصايح بنت الـ60 للصبايا الحلوين، لازم كل صبيه تشتغل على حالها، تدرس، تستثمر بحالها، تعرف وين قوتها، تعرف شو بدها، تكون هي تمول حالها بحالها،
ما تنطر لحدا ياخذ لها بايدها ويوصلها، هي لازم توصل، هي لازم تحقق ذاتها ليكون عندها. على الزاجة. نعم الزاجة حلوة أكيد، بس لازم يكون في عندها استقلالية، لازم تتكل على حالها. للأسف صفاء عم نلاقي كتير صبايا عم بيصير في حالات طلاق بالوقت اللي هي عم تكون غير مؤهلة تتكفي حياتها لحالها. مظبوط، لهيك بنقول لا، لازم تكون في عندك اعتماد على حالك. بتعرفي انا بقولها هيدي الشغله وما بعرف مش كثير العالم بتوافقني، بس انا بقولها، نطلع طياره بالاوتيس بتدلنا وين الاكزت، في حال الله لا يقدر صار شيء في اكزت تبقى عم بدلنا من هون ومن هون. ما انا بقول للصبايا انه الله لا يقدر بزاجتكم بالزاجة تبعكم صار في مشكله معينه، يكون في اكزت بلان، تكون نعم. انت متكله على حالك على قدراتك، متعلمه متسقفه. طب هيدا رجعت رحت للعموميات، بس ما اعطيتينا نصيحه بالشخصي او شيء صار معك بالشخص ندمت عليه. انا صراحه فتت كليه تربيه نعم. وما كفيت لاني تجوزت ما كفيت، ولهيك بلكن رجعت على الاتيكات. فتت من كليه التربيه، عملت ليسانس بيولوجي، فتت كليه التربيه وما كفيت، يعني كان لازم كفي بلكن، لانه في عندي حب للتعليم، كتير بحب التعليم. أيه. وهلا عم بتعلمي، وهلا عم بعلم اكزاكتلي بعمر الخمسين صح؟ مزبوط مزبوط، يعني تعتبر مؤخره، البعض بيعتبر بالفعل. يمكن على 30 بحس راحت عليه بالفعل. كيف بالفعل. كان عندك هالقد قوة ترجع تقشم؟ صراحة أنا كل هالفترة كنت عم بشتغل بس بدومين الإعلانات، كان عندنا شركات معارض وإعلانات، عم بشتغل مع جوزي بهذا المجال. لما سافروا الأولاد كبروا، بتعرفي على عمر 18 سافروا ليدرسوا برا، حسيت أنا عندي شابين الله يخليكي اليوت وجيسون، بقى حسيت انه البيت فضي، البيت ما عم بشتغل. كنت بهالفتره بالسعوديه، وبالسعوديه كنت الست ما تشتغل. نعم. لما كنا بلبنان كنا عم نشتغل، بقى حسيت انه لازم اعمل شيء. شو بدي اعمل؟ تبعت الشغف تبعي انا، الاتيكات شغفي من انا وصغيره، بقى حبيت اني كفي واني ادرس. ما بخبي عليكي، انا بس ما اتصلت لحتى ادرس وكفي ببروكسل وطلعت على لندن، قلت لهم، قالوا انا بالخمسين في حدا من عمري اذنت انه مؤخره ولا عادي؟ بقى اكيد قالوا لي بليز تعي، لانه اكيد في من عمرك واكيد ممكن تشتغلي بالخمسين. وهذا اللي صار، لحقت شغفي، طلعت على لندن وطلعت على بروكسل لأعمل البزنس اتيكات. كمان في سؤال أكيد الكل بيسأله، ولادك وزوجك هل بيتبعوا الاتيكات أو بينزعجوا منها؟ وخاصة أنه سمعنا في اتصال كان من زوجك للشيف أنطوان عم بيقول له خلي أنا بحب أكل بالمعلقة. أنقذني بالفعل. لا إلي، أنا مجوزة إلي رزق، إلي بيتعطى شأن عام، بيتعطى بلكن شوية اقتصاد على شوية سياسة. والشباب عندي إليوت وجيسون كمان صاروا على 30 و 32 سنة. أنا بعتبر أنه إيه إلى حد ما، خلينا نحكي عن الشباب، في التزام، في التزام بقصص كتيرة، لأنه ربيوا عليها. إيه لأنه ربيوا عليها. وجوزك؟ لأنه وجوزي هلا ليك اتصل بالشيف أنطوان واشتكي له، لا على سلامة عينه جوزي، بس إنه إيه لا كان عن باب المزح، إيه في قصص بحبها في قصص ما بحبها. ما بيتأيد 100%. يعني بلوز وموان بلوز وموان. طب ما قلت لي ما رح تتخانقوا على هيدا الموضوع؟ لا لا أكيد لا. وهلا يعني أنت بتعرفي كمان إنه أكيد أكيد أنا ما كتار ناس بيقعدوا معي بخافوا انه يي كيف بدنا نقعد، كيف بدنا نحكي، كيف بدنا نمسك الشوكه والسكينه. اكيد اكيد كل انسان بيتصرف على راحته، وانا وغيري من خبراء الاتيكات ممنوع نقول هيدا غلط هيدا صح هيدا مزبوط هيدا مش مزبوط، الا اذا كنا عم نحكي بحلقه اتيكات او اذا كنا مع تلاميذنا. لتلاميذنا بنقول لهم، بقى ما بنعطي ابدا ملاحظات حتى لا انا وليدي، لانه تربيتي طبعا
من هيدا، بس انه ما بنعطي ملاحظات اكثر من هيك لحتى ما تنزعج العالم. طب كمان بمقدمتك بكتابك بتحكي شوي عن انه هي اكثر ممارسه، منا بس قصه التزام بعادات معينه. مزبوط. كيف يعني البعض بفكر انه اذا هن راحوا ببز على العالم، سوري على المصطلح، او تعاطوا هذا الاسلوب، فانه هن صاروا معتمدين الاتيكيت. كيف الاتيكيت هي بعيده كل البعد عن الفزلكات، عن شوفه الحال، عن الطبقات، هي غير هيك تماما. وللاسف انا كثير ناس راسخه بذهنهم هيدي الفكره، هيدي انه الاتيكيت يعني سنوب، يعني شايف حاله، وهو بعيد كل البعد، لان الاتيكيت هو احترام الاخرين، هو اخذ بعين الاعتبار شعور الاخرين، هو اني انا ما اشوف حالي على الاخر، الاخر اذا كان اعلى مني رتبة او اوطى مني طبقة، يعني لنقول انه لتسي مثلا بقلب مطعم ما فيي انا، لانه الجرسون عم بيخدمني، يعني انا شوف حالي عليه، اكيد لا، هي بعيدة كل البعد. ومثل ما قلتي بالمقدمة، انا عملت كتاب اللي هو اداب المائدة، بالمقدمة حكينا انه هي حسن معاملة، هي ادبيات، ذوقيات، هي احترام الاخرين، هي لنعمل احسن العلاقات مع الاخرين، يعني لما يصير فيها الاحتكاك بين الناس. نعم. كتير اوقات ما بنعرف كيف بدنا نتصرف، ما بنعرف كيف بدنا نقعد، ما بنعرف كيف بدنا نحكي مع العالم، ما بنعرف كيف بدنا نتعاطى مع الناس، كيف نعمل زيارة، إذا جينا عزوات شو لازم نحكي. الاتيكيت بتعلمنا، هي بتعطينا التولز، الأدوات لنحنا نكون مرتاحين مع نفسنا أكثر ومنطلقين أكثر. بأحد بوستاتك على انستا بتقولي تعامل مع الناس يلي بتكب سم كأبكم وأصم، في اتيكيت للسمسمة كمان؟ يعني في اتيكيت مش للسمسمة، لحتى ما نتأثر بسمسمة الآخرين. هي إذا أنا حدا حكيني بطريقة منا مهذبة، إذا حدا عطاني تعليق منه، بتتبع هذا الأسلوب؟ بتتبع هذا الأسلوب. ليه؟ نحن مثل ما قلنا ما بدنا يكون في احتكاكات، وبتصير هي مع العادة، كل ما تمرنا أكثر كل ما تمكننا أكثر. أنا إذا حدا بده يجي يعلق، إن كان على بوستات على المواقع التواصل أو إن كان بالوجه، بدي دايما فكر أنا أعطيه البنفيت أوف ذا داوت، في لسبب ما في شغلة خلته يحكي هيك، بقى بعمل حالي ليه لحتى أعمل أكسيون رياكسيون وتتصاعد الأشياء، بعمل حالي لا سمعت ولا شعت ولا شفت هيك، لحتى بلكن تعاطى أرجع بضحكة بمسحة، بلكن الشخص ما قصد أذيتي. متى يتخلى الإنسان عن الاتيكيت؟ بحالة الحزن أو الفرح أو بأي حالة؟ هو لايف ستايل، هو يعني مثل لتسي عم نحكي عن الدايت، ما في يقول أنا متى يتخلى الإنسان عن الدايت، لا، هي عادة، هي شغلة أنا يعني بطبقها بلا ما أفكر فيها. وعلى طول بعطي هذا المثل، السواقة، نحن أول ما بنتعلم السواقة كتير بنبقى مشنجين، يعني قاعدين على الجيدوم معلقين فيه، هلأ بنحط فران، هلأ بنحط بنزين، هلأ بنغير الفيتاس، كان بالزمانات على الفيتاس، ايه على العادة، كتير بنبقى هلأ بنحط إشارة، لا قطع هيدا من حد ما قطع، كتير بنبقى مشنجين. بس بعدين شو بتصير؟ بتصير بالسبكونشس تبعيتنا، باللاوعي، نحنا منسوق كتير أوقات. أنا بوصل على البيت ببقى عم بعمل 100,000 شغلة، بقول أنا مين سائق على الطريق؟ اللاوعي تبعنا بسوق. بقى هيك الاتيكيت، بالأول الواحد بفكر أني أنا لازم أعمل هيك، لازم أحكي هيك، لازم جاوب هيك، لازم أوقف هيك، بس بعدين من غير ما يفكر بتصير سبونتينيوس المسائل. هلأ يقال أنه اللي بده يعمل عدد متابعين على السوشيال ميديا، أو اللي بده يعمل ستار على السوشيال ميديا خاصة التيك توك والإنستغرام، بيستعمل شكله. حضرتك سيدة جميلة ولكن لم تستعملي هذا الموضوع على السوشيال ميديا، بوستاتك هي عن تعليمية وتثقيفية، كيف قدرت؟ نشكر الله، أنا الصفحات المواقع التواصل حبيت أعملها مثل ورشة مجانية عن الاتيكيت، يعني اللي بفوت على الصفحة بيقدر يتعلم
قصص عن الاتيكات من غير ما يكون في دروس للاتيكات. وانا اول ما فتحت الصفحات بالقبل، انا من بعد ما خلصت الاختصاص تبعي، حبيت انه هيك اقطع على التلفزيونات، ونشكر الله على الاو تي في طلعت، على الان بي ان، على التيلي لوميير، على تيلي ليبا، على عده تلفزيونات. بس قررت بالاخر انه ما بدي كنت كل مره انا اللي عم بتصل، انا بدي اعمل هيدي الحلقه، انا بدي اتصل اعمل هالحلقه. وحتى على الجرايد او الراديوات بقى، لما الشباب طبعا حمسوني على انه يكون عندي صفحه انا على المواقع التواصل، هيك انا ساعت اللي انا بدي احكي شيء اقدر اقوله بلا ما التجي للتلفزيون. وهيك صار. التحدي كان كبير. ليه؟ لانه انا كبيره بالعمر، مني بيوتي ايكون لحتى اطلع مثل ما كل الصبايا اللي عم بيطلعوا واللي هن اسم الله حلوين. والتحدي الثالث هو انه عم بحكي عن مادة اتيكات العالم مش كتير بتحبها. يعني عم بحكي انا بال2000 وقبل الكورونا، يعني العالم منقذ من هالكلمة. بتقولي لهم اتيكات بيقولوا لك طب واجهت صعوبات؟ في ناس قالوا لك ما رح تقدري؟ اكيد اكيد كتار التحدي، انه شو عم تعملي عن جد قاعدة على الانستغرام؟ انت عن جد فكرك انه في ناس رح تتابعك ورح تهتم؟ في ناس من اصدقائك قالوا لك هيك؟ كتار، مش بس من الاصدقاء، من المقربين كمان، من الاهل، انه شو عم تعملي؟ نو واي تقدري توصلي لمطرح، نو واي تقدري توصلي لمطرح. تحدي كان اني انا يزعجك؟ يعني شوي اكيد بيزعج لما ما تلاقي ناس حواليك عم بتحمس بالاول. قدرت توصلي حسيتها بانتصار؟ اكيد اكيد. انا ام سو براود هلا على الكل اللي وصلت له، هو من خلال اكيد مواقع التواصل. حببت انا، يعني في يقول اني انا خليت مادة الاتيكات او الاتيكات شغلي بمتناول الجميع. يعني من بينقذوا بقى العالم بس ما يقولوا اتيكات؟ كتار من الصبايا والشباب تعلموا ليصيروا خبراء اتيكات. خليت الناس تكون فاميليار اكتر مع هذا المصطلح. نعم. وكمان انه ست بعمري، ايه صحيح 50 سنة وهلأ صاروا 60، اي ممكن يكون عندها صفحة وممكن تحكي عن موضوع معين وممكن يكون عندها متابعين. والحلو انه المتابعين لصفحتي صبايا وشباب، صبايا وشباب كلهم فئة عمرية صغيرة. هيدا الشيء اللي بيكبر القلب، اللي انا اذا بدي اتلاقى مع ست من عمري بتقلي كارمن بناتي متابعين صفحتي. نعم. هيدا شيء بيبسطني اكيد. نعم. اكيد. رح ننتقل لبريك وبنرجع لكم. بعد البريك رجعنا. السؤال الاخير بالفقره الاولى، في فيديو لإلك انتشر وقت الكورونا وراح فايرل، هي كيف منغسل ايدنا بالكورونا مع اغنيه هابي بيرثدي. مظبوط. هيدا يعني كنا اول الكورونا على فوشيا، قناة فوشيا، زميلي فابيان هون اجت عملت معي مقابلة وعم نحكي انه لازم اول الكورونا انه لنغسل اصلا، نحن لنغسل ايدينا حتى بالوركشوب للولاد منعلمهم هالشي، انه غسيل الايدين على القليلة 20 ثانية، وعلى القليلة لنعرف امتى العشرين سنة هو انه نغسل ايدينا نغني هابي بيرثدي. وهي كان هيدا الفيديو اول فيديو لقلي على الصفحة بيروح فايرل بشكل ما عندك فكرة قدي، اللي هي غسيل الايدين بزمن الكورونا هابي بيرثدي. بعدين المنظمات العالمية حكيت فيه كتار من الانفلونسر والحكمة طلعوا وحكيوا عنه، بس هيدا اول فيديو راح فايرل. نعم. وعمل انتشار كتير كبير. هلأ في راح فايرل، في كتير ناس نكتت عن نكت، يبعثوا لي يقولوا لي هدول عم بينكتوا وهدول حكيوا مدري شو. المهم وصلت الفكرة. وصلت الفكرة وكان من أول الفيديوهات اللي بينعمل بولينج عليهم كتير، وهون أنا ساعتها صرت متصالحة مع هالشي. التعليق السلبي، ايه التعليق السلبي اخذناه بنكته ومش في فيديو اخر كمان بتقولي فيه انه الارز يؤكل بالشوكه ومش بالمعلقه.
كمان هيدا الفيديو كمان راح ملايين المشاهدات، ملايين الريبوست كانت، والريمكس كمان مع حدا تاني عم بيحكي انه الرز مش بس مش انه ما بناكله بالملقعه ولا بالشوكه، بناكله بالايد. هيدي عملت كمان خبطه كتير كبيره، وصار في مزح كتير، بس انا كل المزح نشكر الله كنت اخذهم واعملهم ريبوست عندي على ستوري ونضحك. المهم انه بقول انا عم بيضحكوا الملايين، بس على القليله في بلكن ما بعرف 10 اشخاص 100 شخص تعلم انه الرز بيتاكل بالشوكه مش بالملعقه. نعم، رح ننتقل للفقره الثانيه، عين بعين. بهذه الفقرة رح نستعرض كثير من الصور لبنان العالم العربي وبالعالم، لتقولي لنا إذا هل هن عم يتبعوا الاتيكيت أو لا. الصورة الأولى. يلا. بعزا والده لقصي خولي أخذ الضجة وقت حضور باسل خياط بشكل شوي سبور، الممثل باسل خياط. كاسكيت ومش لابس بدلة. مظبوط. وتطرقت له لهيدا الفيديو عندي على الصفحات. طبعا هون اللبس منه مناسب ابدا. نحن دائما بنقول بس هيك عم نشدد على هيدول القصص لنتعلم، مش الله لا يقدر. بس شكلهم كلهم كانوا مش جايين ببدل. هلا قصي الخولي كان لابس بدله، وهيدا الشيء اللي لازم ينلبس. نعم. كل حدا بمثله عزيز قريب لإله، يعني مات الوالد أو الوالدة أو حيالله حدا مقرب لإله، هيك لازم نكون لابسين بدلة سوداء، صباط أسود، كلسيت أسود، التاي سوداء والقميص بيضة. للأسف في كتير ناس ما عم تلتزم، تبقى عم تلبس بدلة بنية، بدلة ما بعرف رمادي فاتح. طب مقدم بيعتبر مثلا عباس الخياط أنه هو كتير مقرب من قصاي، فمش بيناتهم؟ لا، اللبس نحن هون احتراما للميت، احتراما للمناسبة. لازم نجي نحن على التعازة لابسين بدل. البدلة عند الشخص اللي عم بيعزي ممكن تكون سوداء كحلة أو رمادي غامق، ما فينا نجي بالشكل. هلأ هو ستايلش وستيل تبعه كتير حلو، بس حلو لشمة هوا، مش لجايين ناخد تعازة. نحنا أنا حبيت أتعرض كتير لهيدا الفيديو، يعني شدد عليه لنتعلم، مش من باب هلأ هو الله لا يقدر مش عم بيهينه لقصي أو عم بيهين المناسبة أبدا، بس هو عن عدم معرفة. معلي خلينا نشدد، نحنا الشباب لما نروح نعزي مفروض نكون لابسين بدلة غامقة للتعزية ومش كاسكات. طب سيدات، السيدات بتعازة قصي خولي كانوا كلهم ملتزمين. للأسف نحن عنا هون بمناطقنا شوي عم بيزيحوا عن الخط، مثل القصير كتير، المقور كتير، الساندالات الفاتحة، الفيرني الأحمر، الميك اب الأوفر، هيدول كلهم لازم نخففهم إذا أنا رايحة عزي. طب ما فينا سان جلاسز بالأندورز. السان جلاسز عم بيلبسون أوقات كتير أهل الفقيد، بيكونوا بكيوا كتير، بجبجوا عيونهم، حبين يحطوا عوينات لحتى ما يورجوا إذا هالقد عم بيبكوا أو مش عم بيبكوا، أو ممكن يخبوا هالشي تحت السان جلاسز. مش مشكل أبدا. مشكل. لا أبدا. الصورة اللي بعدها. يلا. صورة الملكة رانيا تجلس بالخلف، هيدي كمان أخذت ضجة يعني كتير ومع تنكيت شوي، إنه البعض حتى مثلا روحي شوفي حماتك اللي ما بتخليك تقعد قدام والبعض من هيدا المواضيع. بالفعل. اتيكيت وايز، هل هيدا الشيء صحيح؟ كمان هون بنقول إجا انتقادات كتير إنه لازم تقعد الحما قدام، وعلى طول نحن عنا هيدي مشكلة القعدة قدام والقعدة ورا. نعم. بين الحنوات والكناين، ما بعرف ليه شغلة يعني يا لطيف انه يقعدتها ورا يقعدتها قدام. لا، هون الملكة رانيا هو في وجهتين نظر. عادة مقعد الشرف هو بيكون بالسيارة ورا على ميلة اليمين، يعني مش ورا الشوفير. نعم. هلأ في حال الشوفير كان الابن، في مدرستين ممكن هي تقعد جنب ابنها وممكن تقعد ورا، بس الملكة رانيا قعدت ورا لحتى تحط الرجوة الحسين، الأميرة رجوة الحسين، حد
جوزة، وهيدا شيء شغلة نحنا لازم كحموات أنا بعمري نقتدي فيه. خلينا نشوف أولادنا قاعدين حد بعض، إن كان بنتي وصهري قاعد بنتي قاعدة حد صهري وأنا قاعدة ورا، أو إن كان بنتي قاعدة أو إن كان ابني قاعد حد مرته وأنا قاعدة ورا. البعض يقول أنه في احترام للعمر. بالفعل هي القعدة ورا منا انتقاص لا من المقام ولا من العمر ولا من القيمة أبدا، بالعكس القعدة ورا كمان إلى قيمتها، مثل ما قلنا إنها في مدرستين، القعدة ورا هو مكان شرف كمان. بقى في كتير أميات ما بتحب وما بتقبل، في كتير كنين كمان بتقلي إنه أنا حماتي كتير كبيرة كتير ناصحة، بتتضايق تقعد قدام. هلا أكيد بالدول العربية شوي أكتر بيشددوا لا لازم الأم تقعد قدام، يعني هون ساعتها نحن بنحترم على طول. طب أي اللي بيغلب، العادات الاجتماعية أو الاتيكيت؟ طبعا طبعا العادات والتقاليد. السؤال اللي بعده، مذيعات الأخبار، هل يحق لمذيعات الأخبار أنه تكون بلباس غير رسمي؟ نحن منشدد على أنه مذيعات الأخبار، مذيعات الأخبار بالأخص أو الصبايا اللي بيعتوا توك شو سياسي، لازم اللباس لازم يكون رسمي. رسمي مش بس بلبنان، مش بس بمناطقنا العربية، هالشي معتمد بأكبر شاشة التلفزيونات العالمية، إنه لازم اللباس يكون رسمي. شو يعني رسمي؟ بدها بليزر، بدها ما يبين الكليفج، ما بدنا بلكم، هيك بيعطي بروفيسيونيل أكتر، يعني مصداقية أكتر للخبر اللي عم بتقول، وهي عم بتقول خبر. ساعتها أنا بدي يكون فوكسينج على الخبر مش فوكسينج هي شو لابسة. هل الرسمة هو بس فقط البليزر أو فيكون مثلا قميص رسمي؟ ممكن تكون قميص رسمي للسيدات. للسيدات شرط انه هالقميص هيدي ما تكون مليلية، ما تكون مفتوحة كتير من قدام، وما تكون بلا كم. طبعا فينا نلبس هيك. الملاحظ انه لما تكون مذيعة الأخبار لابسة بهذا الشكل تعطي تشتت، يعني وصارت معي أنا في كليان ضيق، هو بوليتيشن من صبية عم بتحاوره، والمحاور عادة بيقعدوا على طاولة ما في أمتر مثل ما أنا قاعدة أنا وياك، الكليفج تبعها مبين على الآخر، لابسة قصير على الآخر، بقى تشتت يعني عن جد بطل يعرف يقدر يحكي. وهذا شيء يعني معروف، يعني حتى نحن الستات بنطلع بنلاقي انه في شيء غلط. طلب على البريك قال لهم بليز للمخرج، ما بعرف شو بدها تعمل بس انا ما عم بعرف جاوب، يعني بكل صراحه. والغريب انه بالتلفزيونات بيخلوا الصبايا تلبس هيك بس ما بيخلوا الشباب تطلع هيك، يعني ولا مره شفنا شاب لابس تي شيرت مفصلين العضلات تبعه والمسلز تبعه. ليه لا بتطالبه بالمساواه بين الرجل والمراه؟ اكيد اكيد نحن بنطالب انه مثل ما الصبايا عم تطلع على قد مشوبة ولبسة ديكولتي، ليه ما الشباب كمان فكولن هالبدلة هيدي؟ أكيد عم نمزح. طيب بلبنان هل عم يتأيدوا باللباس؟ لا للأسف مش كل القنوات عم تتأيد، وللأسف في كتير صاروا الصبايا عم بيطلعوا عم بيكونوا لابسين بليزر بس عم بيكون الكليفج مبين، وهيدا شيء بمجال الأخبار. مايند يو هلا اذا كان برنامج صباحي نحن عم نحكي عن البروجرامات السياسيه ونشرات الاخبار. اكيد اكيد، وهذا الشيء حتى ببلاد برا معتمد. البرامج الفنيه فينا نطلع على مايا دياب لابسين قصير مقور، فينا نعمل اللي بدنا اياه، ما في ابدا منه هالقد نحن متشددين، لا بس انه وجوب الالتزام بالحرفيه حلو على النشرات الاخباريه. نعم، وفي ألوان كمان محددة أو لا؟ لا ما في ألوان، ما في ألوان أبدا، الستات فيها تطلع بكل الألوان اللي بدها إياها، المهم إنه يكون فورمال، دريس كود هو فورمال. نعم. السؤال اللي بعدها، يلا. الرئيس بايدن غمر وقبل رأس رئيسة وزراء إيطاليا، هل هذا الشيء ضمن الإتيكيت؟ أكيد لا، أكيد لا، طبعا.
ليش؟ لأنه أنتوا ليش مش ضد التعبير عن المشاعر؟ لا لا مش بين الرؤساء أكيد أكيد لا مش بين الرؤساء. ما بعرف الرئيس بايدن هيك عم بيعمل خطوات شوي هيك أوفر بلكين. لا كيف كان بلكن يعني نسي حاله بلكن شو حدود الاتيكيت؟ أكيد لا أكيد مش هيك. كيف لازم يكون السلام بين الرؤساء؟ السلام رسمي يعني السلام نحن بنتمرن على السلام إيد بالإيد بشكل رسمي ما مفروض ما أبدا. ما في تبويس نهائيا؟ التبويس إذا بدك فيه بزمة إذا بدك نتطرق له لهذا الموضوع. وحتى لو كانوا مثلا رئيس دولة ورئيس دولة على علاقة شخصية كتير جيدة؟ الأفضل أنه أوكي في أوقات بيبوسوا بعض بس الأفضل أنه بروتوكوليا السلام يكون على الرسمي. هلأ كتير أوقات بيغبروا بعض وبيبوسوا بعض منا مشكلة بس أنه المسؤولين عن المراسم بفضلوا السلام الرسمي أكتر. أكيد. وكيف لازم يكون بين زوجات الرؤساء؟ زوجات الرؤساء كمان إذا كانوا هن على معرفة ببعضهم بعض ممكن يتصوروا ويبوسوا بعض بس إنه سلام مفروض يكون رسمي خاصة كل شيء في عدسات عم بتكون عم بتصور بهذا الوقت عدسات التصوير بقى إيه. من يدرب رؤساء الدول؟ في المراسم في البروتوكول والمراسم بكل دولة بكل مسؤول عن وين بيوقفوا كيف بيوقفوا بالصورة مين بيقرب مين بيحكي بالأول يعني هو غير معنى بأنه يكون بيعرف بده يكون معه حدا أكيد لا أكيد لا هن في أشخاص بدلوه بيقولوا له وقف هون عمول نعم. هيك سلم بهذه الطريقة هلأ بنقعد هلأ بنوقف هلأ بتمشي كل هيدي بروتوكوليا في كان عندنا السفير حيمري مثلا بلبنان هو المسؤول عن كل خطوة باختيار رئيس مش كل حدا بيقدر يعرف أو بيقدر يحذر شو لازم يتصرف. الصورة اللي بعدها صورة الرئيس الفرنسي جاك شيراك معروف بتقبيل الأيادي يقال مزبوط. أنه اتيكيت وايز مش هيدي الطريقة المضبوطة صحيح؟ بالفعل بالفعل مش هيدي الطريقة البزمة بتصير بشكل من بعيد لبعيد يعني ما مفروض أبدا التم يدقر بإيد السيدة بحط الرجل لما يمسك الإيد تبع السيدة بحط إصبعه المفروض أنه هو إذا بده يدق ماكسيموم بدق بإصبعه هيدا الروبير مش بدق بإيده بس الرئيس هون كان مشهور فيها بس يعتبر هيدا فوبا ولا ما راح حدا قال له؟ ما بعرف إذا قالوا له ولا ما قالوا له أكيد قالوا له بفرنسا أكيد قالوا له بس كان يعتمدها طريقة هل ممكن أنه تنزعج السيدة من هيدا الأسلوب؟ ما مفروض يدق بجلدة السيدة unless هي مدامته مدامته ممكن يدق يعني شفافه الدق فيها والبزمة كمان له أصوله للسيدات المجوزين ما بنعمل بزمة لصبية مش مجوزة نعم رح ننتقل لبريك ونرجع لكم بعد البريك رجعنا وبالفاصل كنا عندنا نقاشات كمان إلى علاقة بالإتيكيت الصورة اللي بعدها سيدات كانوا وزراء بحكومة 2018 الوزيرة ماشي دياء الوزيرة فيوليت الصفدي الوزيرة ليا الحسن الوزيرة ندى البستاني والوزيرة منال عبد الصمد هل تبعوا الاتيكيت بظهورهم بطلاتهم بالدريس كود تبعهم نعم. كانوا بالفعل كانوا رمز للأناقة وال الخمسة؟ ايه الخمسة طول أناقة واتيكيت أيضا ايه أناقة يعني سيدات رسميات كانوا المظهر تبعهم الدريس كود تبعهم رسمي كانوا ملتزمين على الآخر ولا مرة شفنا شيء غلط أبدا ولا مرة كان في انتقاد ولا مرة كان في انتقاد لا كان الستات بمراكز العمل الست بدها تكون لابسة بليزر بدلة مع بنطلون مع تنوره مع ملونه احمر اصفر البدايه هيدا هو الفورم الدريس تبعها نعم. اكيد
هلا صار في شوية شوازات بعدين ليتيرون. ما بعرف اذا بدك تورجينا لا صورة. فيك تقولي لي مثل شو مثل وين؟ مثلا لما طلعوا على القصر الجمهوري النائبات النواب لحتى بعد هيدي الفترة. نعم كان في زيارة بعد المجلس النيابي بعد الانتخابات النيابية، راحوا الرئيس ليسموا رئيس رئيس زيارة الرئيس. وقتها كان في طلات سبور بالقصر، كتير سبور، وهيدا شيء أكيد كان مرفوض كومبليتلي. وهو مرفوض لمين ما كان، مش فقط للنائبات، يعني أي سيدة طالعة على القصر في بروتوكول لازم تلتزم. السيدات والشباب كمان، دايما نحن بنحترم المركز، بنحترم مقام رئيس الجمهورية، بنحترم رئيس الجمهورية بغض النظر إذا أنا كنت بتوافق معه سياسيا ولا لا، مفروض البس رسمي. هو الاحترام لنفسه لازم يكون، يعني بفترة الاستشارات انتقادك على طلت النائبات. طلت النائبات اللي هن نواب الثورة كانوا تقريبا إذا فينا نسميهم، طلعوا كتير كاجول بشكل كتير صادم، ما مفروض أبدا لا على القصر الجمهوري ولا على مجلس النيابة. مجلس النيابي كمان مقر رسمي، أنا بالمقر الرسمي ما في كنايب، خليني بلش بالنواب، فوت لابس جينز وسنيكرز وتي شيرت وحط الكاسكات وفوت كرجال. كم بالحري للسيدات، مفروض احترم المجلس، مفروض احترم قبة البرلمان، وفوت بدريس كود رسمي على طول على طول، من أمور البدلة الجاكيت الشيء كم طويل مش كم قصير، أكيد لا مش شيء مثل ما كمان شفنا صور لنائبات اجوا اول زياره لهم على المجلس النيابي كانوا هيك كثير كانه رايحين كاجوال. سوبر كاجوال. نعم. يعني كانه رايحين يعملوا شوبينج او شيء، هذا شيء تماما. طب بعد السيدات بيعتبروا انه الكم طويل هو فقط للرجال، ولكن السيدات بيقدروا يكونوا مش كم طويل اذا كان في شوب مثلا. لا لا لا، ليه الشوب بيجي على الرجال وبيجي على السيدات؟ مش غلط الرجل يلبس بدله والست تلبس بدله ابدا. هلا بتلبسها بليزر تحت الفستان، الفستان سليفلس بلا كم، هي حره، بس في لباس رسمي لازم نحترمه. الصوره اللي بعدها. يلا. بمقابلة للزميلة كارلا حداد مع السيدة هيام يونس، بوقت حضرتك علقتي على الموضوع انه كارلا ما فيها تقلا هيام بالوقت اللي هيام عم بتقلا ست كارلا، هل لازم نضل نقول لبعض ست وست او فينا نرفع الكلفة بيناتنا؟ كتير حلو هذا السؤال. اول شيء اطلالة كارلا بتاخد العقل لنحكي كإطلالة، وأكيد فيها طلبي هيدي الإطلالة حتى لو كان في شيء، ما هيدا شيء أبدا، البرنامج فني وفيها تعمل هيدي الإطلالة. نعم. أكيد بهيدا الخصوص، وحضرتكم بفتكر بمجال الصحافة وبتعرفوا لازم حفظ الألقاب مع الضيف، نحن عم نكرم الست يونس، بقى لازم على طول لاحظنا بالمقابلة كارلا رفعت الكلفة، وسيدة هيام يونس كانت عم بتقلها ست كارلا، كارلا تقلها هيام وهي تقلها ست كارلا، علما انه الضيفة كبيرة بالعمر، كبيرة بقيمتها الفنية وكبيرة عم نقدرها، يعني لازم على طول على طول ما نرفع الألقاب خاصة مع سيدات بهيدا العمر. وإذا ما كانت سيدة بهيدا العمر؟ حتى ولو الضيفة دايما تكرم إذا كنا عم نحكي عن جوز. بس أمرار يمكن مش رافع الكلفة قد يكون بيريح بين بعض وبين الضيف والمذيع ببعض الأحيان، أو إذا بتبلشي بالألقاب ولكن بالحلقة بصير في جو فريندلي أكتر أو لا. مزبوط مزبوط، وهذا اللي صار أنا وياكي، يعني أنا بليز بقليك بليز اوعك تقولي لي مدام كارمن او ست كارمن، كارمن لحتى هيك نكسر الجليد، ما بنكون عم نتخطى لا 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 لا، بالعكس بالعكس، انا عم بقول لك صفاء وانت بتقولي لي كارمن، بس بهيدي الحلقه كانت ست هيام يونس كل الوقت عم بتقلا ست كارلا ست كارلا ست كارلا، وكارلا كل الوقت ما عم بتحفظ لها اللقب،
لهيك هون كان كتير شوكا المشهد. نعم. هلأ رح نروح لنشوف صور وراء بعض هن السياسيين اللبنانيين بيطلت لإلهم وبلقاءات، لنشوف تعليق عليها. يلا. الصورة الأولى. يلا. الوزير بيصير مصافحا لافراف. هيدا هيدي المصافحة شوي كتير غلط، يعني نحن المصافحة بدها تكون رسمية، ما مفروض ايه رسمية، يعني نعم. بارلال ويب تو ويب وبارلال ومنشد على الايد ثلاث مرات، ما مفروض حدا يحط ايده فوق الايد الثانية، هيدي حطت الايد علامة افكسيون، يعني انا بلكن نائب او وزير عم بيعزي حدا بالضيعة، عم بيعزي حدا ممكن يرتب هيك على ايده انه انا متعاطف معك. هيدي السلام ما حلوة، يعني مبين انه هون عم بيعطي باور، بس الوزير جبران باسيل قام رجع حط ايده فوق الايد الثانيه، كان موفمون ذكي منه. نعم. كمان بعض الرجال بيعتبروا انه السلام لما يصير بيرجع يحط ايده ويشد عليه فهو نوع من المعزه. ايه بس مش تحت اضواء الكاميرا ومنا معزه هون، هيدي مثل كانه باور. حتى السلام صفاء اذا نعم. بتحبي نسلم، انا ما فيي سلم عليك هيك، يعني انا اذا كنت حطيت كفي لا قلبته يعني انا اقوى. نعم. انا اقوى. هيدا السلام لازم السلام دائما يكون جالس بهيدا الشكل. يلا. الحريري، الرئيس الحريري مستقبلا الدكتور سمير جعجع. هون خلينا الرئيس حريري قاعد يعني سبور، ما بعرف اذا هيدي منا زياره رسميه بلكين، ما بعرف، بس الافضل ودائما نحن بنقول اذا نحن عم نستقبل زوار وزوار سياسيين الافضل انه نلبس بدلتنا، نلبس البدله، يعني حتى ببيوتنا كثير اوقات نحن جايين ضيوف رسميين، مش جاي قرايب او اصحاب او شيء، لا ضيوف رسميين لازم نترسم. نعم. بقى هون القعده بالجينز وبالبولو اوكي، يعني ما بدنا نحكي بلكن فاجئوا الدكتور ولكن سمير جعجع، ولكن منا ضمن الاتيكيت. ايه منا، لا الافضل انه لا نكون رسميين بلبسنا. البعض بيعتبر انه اذا لابس اذا زياره ببيته هو لابس جينز وبولو انه ما طالع بالبيجامه. لا بدنا نكون رسميين اكثر، خاصه اذا عم نستقبل، يعني لباس ايه؟ رسمي كانه انا ظاهره، ما في ايه؟ شيء بيعطيني عذر تخفيف شوي انه ببيتي. لا الافضل انه اللباس يكون رسمي اذا انا عم بستقبل شخصيه رسميه. الدكتور جعجع ما اجى ببولو وجينز مثلا. نعم. لا جايه على الرسمي، اكيد اخذ موعد منه وعمل، الافضل انه نكون رسميين. للاسف نحن الرجال السياسي تبعنا ما كثير عم بيلتزموا، حتى البعض بحب انه مثلا مثل الرئيس الحريري بيكسر شوي الاتيكيت انه في عنده ستايل وفي عنده اسلوبه وبيفرض شخصيه معينه. كثير حلو اذا كنا عم نعمل حملات انتخابيه قاعدين مع الجماهير تبعنا او مع الـ يعني الاشخاص ولكن اللي بيخلصوا، مش لقاء رسمي. مش لقاء رسمي. الشغله كمان الثانيه اللي حبيت شدد عليها هي اللحى عند الرجال. هيدا اللوك ما بيعتبر رسمي اكثر، يعني كثير اوقات الشباب عم تترك لحيتها يومين ثلاثه بيكون طالع لحيتها، هيدي منا ابدا اطلاله رسميه. وللاسف نحن بس صارت ترند للاسف نحن وزرائنا كثير اوقات ما بعرف النواب عم بيطلعوا طلعات يسافروا لبرا حتى وتركين لحيتهم، هيدي الاطلاله منا رسميه. طب اذا حدا ما بحب كانه هيك خشبوشيه، اذا حدا ما بحب شكله بلا لحيه لازم ينعمل لها تريمينج، اصلا منا من عاداتنا وتقاليدنا. هلا انتبهي بالدول العربيه في اوقات بيربوا سكسوكي، هيدي عادات وتقاليد. نعم. بيربوا بيعملوا لها تريمينج بس بيبقوا حلقين ومربيين سكسوكي، هيدي من ضمن تقاليدهم وعاداتهم، بس نحن بلبنان ما في، يعني للاسف. وانا عملت دوره لدبلوماسيين شددت عليها الدبلوماسيين الجونيور انه لازم الشباب يكونوا حلقين، سفير، وزير،
مسؤول رايح يقابل مسؤول تاني طالع عند رئيس الجمهورية مفروض نكون حلقين. هيدي بنسميها اليومين ثلاثة لها اسم، مش رح نروح عليه، مش رح نتطرق لها. هيدا الاسم هيدا بيعطي اوكي يونغ وشباب لك وبلكن الصبايا بحبوا ستايل بلكن، بس منه اطلالة حتى لو حدا ما بيحب شكله بلد ان ما بيقدر يعمل هيدا. لا 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 يعني هيدي اذا عنده ما بيحب شكله بلد ان هيدي صار بده معالج نفسي. لا طب وفي حال كان في شيء ديني يعني نواب حزب الله مثلا عندهم اياها موضوع ديني، هيدا موضوع ديني بفضل انه ما نتطرق له. اي بس ما بتصور الشباب النواب عند حزب الله، وحتى سماحة السيد اللي معمل لها تريمينج للحية ومزبطة. ما بيأثر، المهم يكون في تريمينج، مش ضروري تكون. هو رجل ديني بالنهاية. بس نحن عم نحكي كسياسيين، السياسيين لازم يكونوا لابسين بدلة حلقين والبدلة مع ربطة العنق. هلا السياسيين الشباب نواب حزب الله عم بيجوا بلا ربطة عنق، هيدا لباس رسمي إيراني، منه لباس رسمي لبناني. يعني نحن إذا تاريخيا منطلع على المجلس النواب قبل، حتى على الرؤساء الحكومات قبلا وهيك، كان كل البدلة مع ربطة عنق. حتى رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري على طول بيلبس بدلة مع ربطة عنق، هيدا هو اللباس الرسمي، وهذا اللباس الرسمي اللي لازم يتبع بالمحافل الرسمية كسياسيين. الصورة اللي بعدها يلا. الحريري مستقبلا السفير السعودي. اي مثلا هون هيدي اللحيه منا حلوه ابدا عند الثياب. بخصوص الثياب طبعا هون موجود بالقصر الحكومي مفروض يكون لابس بدله اكيد مزبوطه، والسفير والالوان مزبوطه ايضا، والالوان مزبوطه اكيد. السفير لابس اللباس العربي، التوب العربي هو التوب الرسمي. نعم هيدا كمان مزبوط. البادي لانجويج لرئيس الحريري كمان عم بيعطي دائما. نحن لما نعطي هلا هي الصوره بلكن العيون عم بيطلع لتحت، بس دائما نحن انا لما اعطي شغله ثاقبه الصوره هلا هيك اكيد بعطي بحط عيني بعين الشخص بقدم له اياها للهديه. نعم. بهذا الشكل، بس اكيد الصوره بتاخذي بلحظه معينه. بلحظه معينه. الصوره اللي بعدها يلا. جنبلات مستقبلا السفير السعودي. هلا بدنا نروح على طلت وليد بيك. وليد بيك هيك عنده اللوك تبعه اللي خاص فيه، بس طبعا السفير السعودي جاي بلباسه الرسمي. وليد بيك قاعد كتير ديكونتراكتي، يعني التاني شوز، الكلسات الملون، التينز، بتصور هو عنده ستايله. بس هيدا وليد بيك، هيدا يعني وليد بيك بالنهاية هيدا ستيله، وهيدا يحق لوليد بيك ما لا يحق لغيره، يحق ما لا يحق. اي ما بعرف، بس انه انا طبعا انه صار معروف انه خلص هو عنده هذا الستايل، مش انه شيء شخصي تجاه مزبوط. اي بس في ناس بتعتبرها اهانه، يعني انا ما بعرف هلا سفير السعودي شو فسرها، بس في ناس انا لما اروح لعنديك بزياره رسميه اخذي موعد، انتبهي انا نحن منا اصحاب، رايحين زيارة رسمية، أو خلينا نعكس الآية، عزمتيني على عرس رسمي. وهون بليز معلي بدي شدد على هالنقطة، لأنه صرنا هيك عم نشوف الشباب الستات، أنا لما أعزمك على عرس أو على جالا دينر، جالا دينر يعني الستات بدها تلبس كل المزيطه، تلبس الروب لونج تبعها، تعمل الميك اب ب 200 ب 300 دولار، الشعر كذلك الأمر. للأسف عم نلاحظ إنه الشباب رجالة عم تجي تاني شوز على سنيكرز، على جينز، على وايتي، على بليزر. ما بيصير هيك. انا لما عم بعزمك على عرسي، انا عم بتجوز، بدي منك يا هالشاب تلبس بدلتك وتجي، مش رايح كانك نازل تشرب قهوه على ما بدنا نسميه وين، بس ما ابدا هيك. يعني هيدا تقليل قيمه مثل الجناس. قله احترام للعازم للضيف. بقى في كتير ناس بتتحسس، ايه انا عايز ميك بليز مش بالجينز، بليز مش بالتنشوز.
هلا قبل ما اروح على سؤال تحدي بس نلفت نظر، نحن مش القصد انتقاد لا حدا من السياسيه ولا أبداً. الفنانين ولا اي حدا من اللي ذكرناه، ولكن الاضاءه لزياده المعلومات لدى المشاهدين والتوعيه على موضوع الاتيكيت في حال كانوا معه او ضده، مع الاحترام لكل اللي ذكرناه. اكيد كل الاحترام لكل العالم لكل الناس، ومش بس هيك، يعني انا على الصفحات دائما بقول يو دونت هاف تو فولو ذا انستراكشن، ما تتابعوا الانستراكشن، لا انا عم بقول لكم المعلومه از اتز، بتحبوا تطبقوها اهلا وسهلا، وما بتحبوا تطبقوها كمان اهلا وسهلا، وبالحالتين انا بحبكم. يعني ما بدنا التطبيق قواعد الاتيكيت ما بدها تكون يعني شيء العالم تتحسس وتقول انا ما بدي ترفض، لا في مرونه، في مجال لناخذ ونعطي. رح ننتقل لسؤال التحدي. حضرتك سيده لطيفه جدا وما متحبه التحدي والدبلوماسي، ولكن انا رح اكسر معك الاتيكيت وبدي سؤال تحدي، رح اذركك فيه شوي. قديش شوي؟ شوي كثير؟ شوي كثير؟ انا نص بليز. اوكي اوكي. اختاري شخصيه بتعرفيها من السوشيال ميديا ولكن مش بالشخصي، وعبالك تتعرف عليها وتعزميها على كافي. شخصية واحدة من السوشيال ميديا. نعم. يعني انفلونسر. نعم. بابليك فيجر، انفلونسر بتعرفيها من السوشيال ميديا وبدك تعزميها على كافي، يعني عبالك تتعرف عليها بالشخصي. أنا عبالي أتعرف على كل حدا عنده باج على سوشيال ميديا، على كل انفلونسر، لأن كل انفلونسر عنده من الكاركتير تبعه، من عم بيحط من الاكسبيرينس تبعه على هالصفحة، عنده مسار عم بيمشي فيها وعم بيأثر somehow بالآخرين. أنا بحب أتعرف عليهم لحتى اتعلم منهم، وعندي كثير يعني أصدقاء ومتابعين من عمر عن جد ولادي بفتخر فيهم وبتعلم منهم. مع الكل بحب اقعد، مع كلهم لان عندهم خبرتهم وعندهم الشيء اللي ممكن انا استفيد وغيري يستفيد منه. الجواب اللي متوقع لشخصيتك ولكيف تفكري هلا، بدنا نروح لجواب الريد زون. شخصية واحدة من السوشيال ميديا. نعم. بحب اتعرف عليهم كلهم. شخصية واحدة. بحب كل حدا، كل شيف عم تطبخ، كل حدا عم بتعمل سبور، كل حدا عم بتعلم الميك اب، بحب اتعرف عليهم لان عندهم خبرتهم وعندهم شيء اتعلم. نعم. منه. وهيدا الشيء معروف، وحضرتك دائما بتدعمي السيدات وبتحبي تتعرفي على كل السيدات وبتحبي شغلهم، ولكن هلا مين معقول يخطر على بالك هلا بهاليوم، يعني يمكن بكره بكون في كمان سيدات غير، بس اليوم مين عبالك تتعرف عليه بشخص اسم واحد مصرة؟ يعني مصرة ما بدنا ما حدا حيزعل، اسم واحد اليوم تارك اثر فيك كبير، وعبالك كلهم عم يتركوا اثر، كلهم عم يتركوا اثر ايجابي، يعني عم بكون مبهوره بالقصص اللي عم بدنا شو. اسم واحد اليوم، إذا بدي أقول اسم واحد مش رح يزعل حدا. في أقول مدام منى زكي. السيدة منى زكي بتعرفيها؟ على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا تتواصلوا؟ في تواصل، في تواصل أنا وياها طبعا على السوشيال ميديا، كتير بحترمها، كتير بحب أعمالها، كتير بحب مسيرتها الفنية، كتير بحب الأعمال اللي الافلام اللي عم تعملون، المسلسلات دائما في قضايا وبتحسي قضايا محقه. يعني ما بعرف في اخر فيلم لها راحوا فيه على نعم. على المجلس النيابي ليقروا قانون ليحمي السيدات، يعني اليوم في دعوه للسيدة منى زكي لتتعرف عليها على فنجان قهوه. يا ريت. نعم. يس. بختام الحلقه اليوم نحن باجواء رمضان وايضا هلا عيد الفصح المجيد، في جفت من فراغنا. ثانك يو سو ماتش. بختام الحلقه في شي سؤال زعجك؟
ابدا ابدا، بس انا هيك حبي بالعكس، كنت كتير مرتاحه كتير مبسوطه اول مره هالقد بحكي عن حالي، بلكي ما بحكي اكثر عن الاتيكيت. هيدا الموضوع كان زعجك ولكن جربت انا أكيد بطريقه سموث، لانه قلت لي ما بحب احكي عن حالي، بحب اكثر احكي عن الاتيكيت، ولكن بالفعل. الناس اكيد بهمها تعرف لو بلمحه عامه عنك، عن مسيرتك، عن عائلتك. هون بدي اسالك، يعني طرقنا لموضوع اولادك وزوجك، ولكن بشكل اوضح كنت عم تقولي لانه حتى من المقربين كان في شوي اعتراضات او انتقادات، زوجك واولادك قديش كانوا حدين وشو كانوا داعمين؟ يعني انا هون بدي وجه لهم تحيه، خاصه جوزي من الاساس كان من الداعم لاني انا روح على هيدا المجال واتعلم واكتشف اكثر وادرس، يعني تركت انا لحتى رحت ودرست، كانوا من الداعمين، والشباب كمان اليوت وجيسون كانوا من الداعمين. انا بدي اشكر الله، انا بدي اشكرك على حضورك معي الليله، بتشكر المشاهدين، وكثير كانت قعده انا حسيت حالي كثير مرتاحه. شكرا كثير لك. مشاهدينا ينعاد على الجميع وفصح مجيد، الى اللقاء بالحلقه القادمه.